وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، حيَّاكم الله عز وجل بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخجل الإنسان حينما يتقدم أمام الآباء وأمام الأساتذة الكرام أن يتكلم وهو لم يحضر لهذا المقام، ولكن إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم عنه كل إنسان فإنه مقصر في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لإسعاد البشرية جمعاء، كيف لا، وهو الذي قال: كانت حجارة بمكة قبل بعثتي تسلم علي، كيف لا، وهذا النبي كان يخطب فوق جذع شجرة فصنع له منبر يخطب عليه، فأن هذا الشجر فأن هذا الجذع وبكى بكاء شديدا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وضم هذا الجذع وقال: لو لم أضمه لبقى يبكي إلى يوم القيامة. إن الذين يحتفلون بذكر النبي صلى الله عليه وسلم هم مقصرون في الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين وعن صيام يوم الخميس، فقال: أما صيام يوم الخميس فيوم تصعد فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأما صيام يوم الاثنين فيوم ولدت فيه. لقد روت الآثار أن أبا لهب وهو يتجلجل في نار جهنم وهو يعذب في كل يوم اثنين يخفف عنه العذاب، لأنه فرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نحتفل بهذا الميلاد لكي تخفف عنا العذاب. إن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يجد فينا العظة والاعتبار، لابد أن يجد فينا محاسبة النفس، لكل إنسان لابد أن يحاسب نفسه ماذا قدم إذا وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنت من أمتي، فكيف يخاطب هذا الإنسان نبيه؟ ماذا قدمت لنبيك؟ هل أنك صليت عليه؟ هل أنك اتبعت سنته؟ هل أنك عاملت بما كان يعمل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن الاحتفال بميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم لابد أن يجد فينا ومنا ومن معنا من يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يجد فينا من يحاسب نفسه على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقفات كهاتف وتجمعات كهاتف، كل منا قد يقول: جلست وجلست. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح الصحابة ويقول لهم: عليكم بمجالسة الصلحاء وعليكم بمجالسة العلماء، فإن هذه المجالس يقول فيها صاحب الرسالة العصماء عليه أفضل صلاة ربي وسلامه عليه: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل
في ملأ خير من الملأ الذي هم فيه. إذا أردتم أن يذكركم الله عز وجل فعليكم بهذه الجلسات التي تقربكم إلى الله عز وجل. وإلى هذا القدر كفاية، نسأل الله عز وجل أن يغفر الذنوب وأن يستر العيوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.